أنا بحكيك بصراحة خيّا، المعيشة كل مالها عم تغلى، والوضع كل ماله لورا، والشباب مش عم بتلاقي كيف تشتغل، وكل مالنا عم نرجع بوضعنا، حتى بلا مؤاخذة، تحاليب صار 8 شيكل، لفعمين بتقدر تشتري، لفعمين ما بتقدر تشتري، بلا مؤاخذة، إذا كرتونة البيض اليوم 36 شيكل، مرات بتقدر تطعمي ولادك، مرات ما بتقدر تطعميهم، حتى إذا فش عندك سيارة، بدك تودينها ساعات، بدك تدفعها ساعات 1500 شيكل عشان تودي ولادك على المدرسة. عندك أجار دار 2500 شيكل، معيشتك صعبة كتير كتير يا طيب، حتى المسكورة 5500 ما بكفوك. رمضان على الأبواب عمليا. كلامك سليم، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم وإن شاء الله بنعاد على الخير وسلامة. كتير مصاريف برمضان، شو رح تعمل؟ كتير كتير، الوضع كل ماله لورا خيا، بس من ناحية رمضان الله يهدي البال يا رب على الجميع، بس انه الوضع كتير 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 صعب، وفي بيوت كتير مستورة في هاي البلد اللي عن جد عن جد لفعامين بتلاقيش ببيتها رغيف خبز، او لفعامين انا باخدك على بيوت خيا اللي بتلاقي اهالي ما بتقدر تغطي ولادها بهاي البلد، صدقني خيا كتير المعيشة صعبة في هاي البلد، يعني كل مالنا عم نيجي على بعض، حتى يعني فش خير فش اشي، كل مال الوضع لورا، حتى إذا بتطلع كل يوم عم بصير طخ وكل يوم بصير قتل، الشباب عم تنخني، فيش مستقبل، فيش إشي للشباب، كل مالها الوضع لورا ولورا ولورا ولورا، الله يخلي الشباب ويا رب الشباب تصير أحسن من هيك، وحطوا عقلهن في راسهن ويتقدموا ويصير في عندهم شغل، والدولة تمنحنا إنه نلاقي وظيفة مثل العالم والناس، مش بس إنه الجندي إذا مخلص الجندي تاعه لازم يلاقي شغل، أو إذا أنت مخلص خدمة جيش لازم تلاقي شغل، غير هيك ما في شغل، اطلع على الطلاب، غير إنه بعد المدرسة بيجوا على هاي الجنينة فيش وين يروحوا، إذا هاي الجنينة مقفلة بيدوروا بالشوارع، فيش وين يروحوا، هالجيل كلياته مساكين يا خيا، الله يعينهن، ورمضان على الابواب، والعيش كتير 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 صعبة، وبنتأمل من الرؤساء الكبار يطلعوا على الجيل الصغير، يدعمونا شوي، يوقفوا معانا شوي، يعطونا ويقولوا لنا يا رب خلينا نتقدم في الحياة، احنا حياتنا صعبة كتير 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 يا أخي. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، بمناسبة الشهر الفضيل شهر رمضان ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله باليوم الخير والبركات. لجميع الأديان وجميع الأطواف إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب تكون سنة خير. بنعمل تحضيرات قبل بفترة، سعنا تجهيزات شوي لرمضان، منهيئ حالنا كمان منهيئ زبايننا إنه إن شاء الله طبعا كل شيء يكون عندنا جاهز. عندنا مشكلة لاحظناها قبل بفترة شوية من بعد حرب أوكرانيا، ارتفاع الطحين وارتفاع الخمرين، وهذا بيأثر كثير طبعا، أول إشي على المستهلك على الزبون، وتاني شغلة على صاحب الشغل، وثالث شغلة كمان أنا الموظف اللي بشتغل هون. فهي الشغلة إن شاء الله يا رب إنه البلاد يعني بتتحايدها أو بتوجد مشكلة لأنه نحلها شوي. بشكل عام غلاء معيشة وين ما تكون، وين ما يكون في غلاء معيشة مش بس عنا، صار شحفة البضاعة في المواد. حرب أوكرانيا أثرت كثير حتى على العالم، مش بس عنا هون في الداخل أو فلسطين أو بشكل عام. بتعرف أنت المركز الأول للقمح أوكرانيا، فلما بتصير الضربات أثر كثير، حتى غلاء يعني حتى غلاء في الأسعار ملحوظ، بلش عمليا ملحوظ، مش إنه يعني كل فترة شهرين ثلاثة لنقول إنه طلع شوي الأسعار شكل يعني قروش شكلين، لا غلاء ملحوظ، وهذا الإشي أكثر إشي بيأثر على الزبون أو أصحابين المصالح بيشتغلوا على إنه يحافظوا قد ما يكونوا ضل السعر ثابت للزبون، اللي يفوت الزبون مبسوط وكمان يطلع مبسوط، ما يفوت يشتري يتفاجئ إنه مرة واحد السعر طلع، ما مشكلة هاي ضربة. أنا برضو بقيس على حالي كموظف، راتبي محدود، عامل آلية إنه بالشهر يكفيني الراتب ليجي المعاش الثاني، فلما بصير ارتفاع في الأسعار كتير كتير بشكي، حتى إحنا كمان إحنا الموظفين أو العمال إحنا نشكي، فش حال الزبون أو شحال صاحب المصلحة، يعني في ارتفاع أسعار في البضاعة ببيع بالسعر نفسه المتعود عليه، رغم إنه يمكن أرباحه قليلة تكون، فهمت علي؟ او فوت بشوية بتعرف كيف ضغط انه مش ضابط معي الاشي، بس والله بالفعل ولا يغلي. نتحمل هيك، بدنا هيك بدنا نلم حالنا كلياتنا، نروح للدولة نقول لهم تعالوا شوفوا لنا حل، بس هذا اكثر اشي يعني بيمشي معنا. ان شاء الله خير ان شاء الله، والله بنتامل خير احنا بشهر رمضان ان شاء الله. والله نكون كل شيء حاضر لاجواء رمضان، وكل عام انتم بخير للجميع ان شاء الله. الناس بتطلب خضرة ولا فواكه اكثر برمضان؟ خضار، اطلب الخضار والفواكه. بشكل عام من تجربتك ايش اكثر الخضار مطلوب برمضان؟
اكثر شيء اكيد البندوره، الخيار، موجة غلق، طبايخ، ملوخيه، وكل شيء اسعار شعبيه هون الحمد لله، بنبيع بحق الله مش زي باقي ال تمام. بس في موجه غلاء بتجتاح العالم، في موجه غلاء، بس احنا عم نرحم بالعالم، يعني مش انه بنغلي، يعني اكثر كيف ما بغلوا علينا بنرحم شوي، يعني بغلوا عليكم مرات انتم كاصحاب محلات وبتدفع ثمن، هذا في له صعوبات مرات، مش انه بدنا نخسر شيء، لو شيء بنبيعه براس ماله، المهم ما نغليش كثير او بنربح شيء بسيط، نربح اشي بسيط، المهم بوشناق قديه ممكن كاصحاب محلات تتحملوا هاي المسايره انه احنا نمشي ونمشي، قديه ممكن تتحملوا؟ يعني كنا بمخبز، كنا بمحلات، مرحله معينه الواحد بطل يغدر. لا الحمد لله ان شاء الله بنضلنا واقفين عجرين ومتحملين وما نغليش على الناس. يعني رمضان بتطمن العالم؟ لا ان شاء الله، كل عام وانتم بخير للجميع. طبعا بنسوي تنزيلات كل وقت في رمضان عشان رمضان والأمة الإسلامية وجميع الناس، بنسوي تنزيلات كل الوقت. سؤال، بكثر الطلب على الخضرة؟ الشيء طبيعي انه الخضرة بتكثر برمضان، يعني الطلب انه بصير مبيعات أكبر برمضان عشان الصيام وكذا. الخضرة بتكثر يعني والشغل بكثر. طبعا عندنا أكثر شيء نوع خضرة بطلبوه الملوخية طبعا. هاي بشهر رمضان. بشهر رمضان. أول يوم رمضان طبعا كل الناس تطبخ ملوخية عندنا. يعني. في غلاء بس احنا بننظر قديش كل وقت نسوي تنزيلات يعني للناس، احنا بنستفيد والناس بتستفيد. غلاء ما في طبعا في غلاء بس احنا بنسوي تنزيلات كل الوقت. سؤال آخر بدي أسأله، لو أنت ممكن تتحملوا هذا الوضع؟ لحد هسه محتمل، أما إذا بيقطع أكثر من هيك بطل محتمل.